لا طايحة من السماء، غريبة طايحة من السماء. مرحبا بنات، وجاتكم بفيديو جديد بايديا جديدة وبتحديث جديد. هلا نزل التحديث وهلأ عم اصور لكم. سو هذا هو تحديث نزلكم بالمنتدى. وشو عم بتقول ملكة الموضة؟ هم ما ضافوا قصص جديدة للتحديث، انما ضافوا ملابس جديدة، حدث جديد لهدين المعجبين، وملابس عم بيقولوا كذا، وموسم ذهبي جديد. سو احنا حنكتشف، بس خلونا اغير هذا الاوتفيت لانه ما عاجبني ابدا 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 ابدا. سو حلبس اوتفيت غير. شوفوا اليوم لازم اشتري لانه اوتفيت اللي عندي ولا مرة عاجبني، ما عاجبيني ابدا 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 ابدا. سو حلبس اليوم اورنج، ما بعرف ليه، بس يا صرت احب الاورنج هذه الفترة. حيكون لبس كذا فقط خفيف ظريف، عشان هلا حروح اشتري لبس لانه بالمرة هذا ما عاجبني ابدا. اوف ما بعرف كيف كنت لابساته اليوم، بس anyway. حابة اقول لكم بنات انه هلا كنت اصور لكم بفيديو تبع المدرسة الشريرة، لانه بدي اضيف لعبة جديدة على القناة. اذا عندكم العاب اخرى اكتبها لي تحت بالكومنت نجربها مع بعض، المدرسة الشريرة. شوفوا بنات اذا ما تفرجتوا هذا الفيديو حينزل بكرة ان شاء الله، اذا ما تفرجتوا ضاع عليكم الاسبوع منكم كمية الضحك. انا ولا مرة تفرجت فيديو من فيديوهاتي اكثر من مرة، اذا يعني ما منتجته لهلا، بس مبوت ضحك. اختي اللي ما تتفرج ولا فيديوهاتي فرطت من الضحك، صرت من كثرة الخوف صرت احكي باللهجة الجزائرية. والله بكتب فيديو كتير بيضحك وبيخوف مع بعض. شو تفرجوه؟ شو ما في حدث جديد، ممكن بكرة ينزل الحدث. شو حنشوف؟ واو ازياء جديدة وحصرية في متجر النجوم. متجر النجوم، الله احنا ما فاتحين متجر النجوم هون، ما في. اوكي اوكي حنشوف متجر النجوم هذا اللي احنا مش فاتحينه. قولي بنات اذا بدكم افتحوا او لا. اوه هذه المرة كذا، بس احنا ما فاتحين متجر النجوم للاسف، انا ما فتحته لانه بيقولوا بيروح عليك الاعلانات. سو هما ضافوا فقط للناس اللي فاتحين متجر النجوم. ليش متجر النجوم؟ انا احس هذه خطة عشان كذا نشترك، فانا ما حاشترك، بدكم تخدعوني. خلينا اتسوق شوي، بدي اشتري شوي ملابس. نرفزوني والله نرفزوني. واو حلو، كثير حلو والله حبيت. فانه هما كمان بيقولوا انه في خلفيات جديدة في التصوير، سنشوف اذا في خلفيات او لا. خلفية عادية هذه. ليش الكذب يا ربي؟ ليش بيك؟ يعني اكتر شي بيستفزني باي لعبة هو انه يكذبوا. لا عم تكذب حبيبتي، هدو خلفية كل انا شفتهم. ابديت ما في، انا قلت او ماي جاد قصه جديده كذا، ولا شيء ولا شيء يا حبيبي ولا شيء. هذه على ما اظن عنا هذه الخلفيه، ما بعرف اذا هذه خلفيه جديده او لا، قولوا لي انتم تحت بالكومنت. هذه حصه جديده، ما بعرف حصه. وكمان بيقولوا في عروض الافلام، سو حنصور فيلم ونعمل عرض للفيلم. حسمي الفيلم ملكه رغد، سميها زيارة الملكة الملكاتي. نعمل صح. اوكي مانيفيك مانيفيك مانيفيك. اعلان. اوكي فهم ضافوا فقط ملابس في متجر النجوم، الله بيخسوا. المهم ما علينا ما علينا ما علينا. اوكي هنروحوا لعروض الافلام ونروح نصوره، مش نصور نعمل عرض فيلم. اي هوب انه انا عامله عرض فيلم من قبل، انا اشوف بنت اعمل عرض فيلم وما اعد ارجع له ابدا. وشكرا لجميع الحضور اللي حضروا عرض فيلمي. دائما لما اجي اصور لازم يكون في عرض فيلم ولا بنت، ما بعرف ليه، مع انهم في العاده بيكونوا. ف واو حلو والله حلو. فهنعمل كمان حفله تسوق. واو هذا شريناه اليوم، هذا كمان شريته اليوم. اوكي كمان شو اشترينا؟ اوكي حلب هذا مع هذا. واو واو والله حلو، حنزل عليه بوست في الانستغرام اكيد. واو والله حلو، حلو عليه كثير والله حلو. حعمل له كده. واو شوف قد ايه حلو. او ماي جاد حبيت. فات اكيد زي كذي كذي. ما في اي شيء جديد، خلينا نحضر كذا ونلعب هدايا المعجبين كمان.
اوكي هاي انا، شفتوني؟ شوفوا هاي انا، او انا جذابة للغاية، شفتوا. ف الاوتفيت كتير حلو صراحة، حبيت. هنعمل قبول مثلا الذي في... او ما حبيته. هنعمل قبول كمان لهذه. انا قلت واو قصة جديدة وكذا، يعني كتير انبسط. قلت ياي، بعدين بتجي ما في ولا قصة جديدة. طب ليه بتعملوا ابديت اذا ما في قصة جديدة؟ تخيلوا لعبة فيها اكتر من 10 ملايين، بنت لعبة او بني ادم خلينا نقوله، ما فيها قصص كتير، يعني شو بحس انه هذا ما هم مهتمين بينا ابدا. المهم هنلعب هذي المعجبين، شوف اذا في فستين جديدة او لا. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يلا يلا. ما بدي اتحصل على شوط الضريبة، لا تفشلني قدام المتابعين بليز. اوكي اتفشلني؟ ياس. اوكي اوكي اوف، هذا اكثر شي بكرهه، المصاري. طب اعطونا جواهر، فين؟ شفتوا شو؟ بليز لا تقولوا هذه المرة انه كمان في مصاري، بليز. في ضريبة، في ضريبة. لا هذه كيف راح تكون مصاري؟ اكيد ضريبة. اوكي اذا مش ضريبة مصاري، ايش مصاري؟ ضريبة. يا لا، الضريبة صارت كذا متاحة، مصاري رايحة من السماء، ضريبة طايحة من السماء. ما بحلو والله، ما بحلو، ما البسه ابدا. انا هذا النوع من الاكسسوارات ولا البسهم ولا اشوفهم ابدا، كثير بتفشل لما بيعطونا اشي مثل ذا. على الاقل احنا متابعين اعطونا اشي حلو. لهذا السبب عم اضيف العاب جديدة على القناة، لانه ما بدي تكون قناتي فقط عن لعبة ملكة الموضة، بدي هيك اغير يعني. اوكي الحمد لله، فهموا حاله الحمد لله. خلونا نكمل. اوه ضريبة. اوكي طلعت اللعبة من تلقاء نفسها، واو التحديث مرة مرة يجنن. اوكي اشوف اذا بيعطونا ملابس. شوفوا ما اعطونا ملابس حتى، يعني هذا ابديت بالله عليكم، هذا تسموه ابديت؟ خلوني اطلع لانه مرة تنرفز من هذا اللي بيسموه تحديث. هنلعب المكافأة الاستثنائية ونشوف. يلا مرة لعبت مكافأة استثنائية وجتني كذا ضريبة، سبحانك يا الله. هون اذا ما اعطوني فستان، شوفوا غشاشين، قلت لكم انه غشاشين. على الاقل كثروا الجواهر، ما بدكم تعطوني فستان، كثروا الجواهر يا عمي. اوكي حنشوف اذا حيعطونا فستان ولا فس. قلت لكم كثير بفشلوك. المهم كان هذا هو ابديت اليوم وفيديو اليوم وتحديث الخايس لليوم. سو ولا تنسوا تكتبوا لي انتم ارائكم تحت بالكومنت حول هذا التحديث، وبس والله كان هذا هو فيديو اليوم. شير مع اصدقائكم اللي يحبون لعبة ملكة الموضة. الى الملتقى في لعبة جديدة اللي هي سكاي تيتشر بالفيديو الجاي. باي، I love you so much.